انا معايا فنان الحقيقة من اللي حاملين هموم الفنانين على اكتافهم طول الوقت، هو اضحكنا كثيرا وايضا ابكانا كثيرا، ولكنه طالب وهو في نقابة الممثلين من قبل بهذا المطلب اللي بيتحقق النهاردة. انا معايا الفنان العظيم القدير الصديق والاخ احمد بدير. يا ابو حميد، يا استاذ غيث، ازيك يا حبيبي؟ مساء الفل، عامل ايه؟ والله الحمد لله. وقرار السيد الرئيس النهارده يعني اسلك صدورنا جميعا، انت كنت وكيل بيحصل نقابة الممثلين وبتنادي بهذه المطالب يا حبيبي. معلش والظروف ما كانتش راضية، انما احنا معانا رئيس حاسس بهموم الناس كلها في كل المجالات. يعني لما يوجه بشمول جموع الفنانين برامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر زي الشيخوخة والعجز وغيرها، بالظبط الرئيس ده الأب اللي بيحمي ويرعى جميع فئات الشعب مش الفنانين بس. نعم يعني نعم أدينا شايفين كل المشاريع والحاجات اللي بيعملها الرائعة، نعم زي حياة كريمة و100 مليون صحة وفيروس سي وغيرها وأسمرات والمساكن، يعني شغال طيب للبشر والحضر زي ما بالظبط بيقولوا. طيب ربنا يحميه ويكرمه، لأنه يعني ريح قلوب جميع العائلات الفنية. احنا عندنا ناس كتيرة جدا يا صحيح ريت، وانت عارف صحيح يعني ممكن ما دخله في الشهر ما يكملش 1000 جنيه، صحيح صحيح وعنده أسرة وعنده عيلة، لأن مش الكل ودول بيشتغل. الأغلبية. نعم نعم والنظرة العامة للفنان اللي هو بياخد ملايين دي لا مش مظبوطة، ده صحيح قلة اللي بتاخد ومصاريفها كتير. احنا بنتكلم على جموع الناس كلها يا عيني، اللي ما صحيح بتشتغلش صحيح واللي بتعاني وظروفها صعبة جدا. يعني الحقيقة الدكتور أشرف زكي كان عامل دور كبير في حتة التكافل الاجتماعي بيننا وبين بعض دي، كتر خيره، إنما في حدود.